طيب احنا دلوقتي عايزين نقدم على طرف فتح الملف او اللي هو التسجيل المبكر للدروس وطلع عليا. فبعد ما نخش على السيستم اول حاجة بننزل تحت كده هنلاقي طلب التسجيل في الدراسات العليا، هندوس عليها. بعد كده هندوس على طلب التسجيل، وبعد كده هنبتدي ان احنا في اول خطوة بندخل البيانات الشخصية. اول حاجة بنبتدي بالكلية، كلية الألسن، بعدين بنبتدي ندخل البيانات الشخصية. لو حد أجنبي فبنختاره عشان بيفتح لي الجنسية، عشان اختار الجنسية. بعد كده بندخل البيانات بتاعة التخرج، الشهادة، أعلى شهادة حاصل عليها، زي مثلا اللي هي متطلب الشهادة. يعني أنا مثلا لو هقدم على دبلوم فأنا بختار بكالوريوس، لو أنا بقدم مثلا على دكتوراه فأنا محتاجة يبقى معايا ماجستير، فأنا بختار أعلى شهادة حاصل عليها وليكن بكالوريوس. لو أنا عضو هيئة التدريس فبختارها، بختار الجامعة اللي أنا اتخرجت منها، الكلية، تخصص لو في رسالة أو بحث وكده، المعدل التراكمي، التقدير مثلا لو في معدل تويفل أو أيلتس بندخله. بعد كده بندخل بيانات التقديم اللي هي بتكون عبارة عن نوع الشهادة اللي أنا عايز أقدم عليها والبرنامج وليكن مثلا ده. بعد كده الخطوة اللي بعد كده بننتقل على الجزئية بتاعة المرفقات عشان نرفع الورق بتاعنا. احنا أول 4 حاجات دول أساسيين، شهادة الميلاد والشهادة والصورة الأمامية للرقم القومي والصورة الخلفية للرقم القومي. بالنسبة لشهادة المعادلة فهي بتبقى أساسية للناس اللي جاية من جامعات خاصة، أو الشهادة المعادلة بتبقى أساسية بالنسبة لهم يعني، فبيتم رفعها معايا. بعد كده بندوس على موافق على الشروط، ان انا هدفع 500 جنيه لمجرد بس فتح الملف. بعد كده بيتم الموافقة او الرفض. بعد كده ومع العلم ان 500 جنيه لا يتم استرجادهم، 500 جنيه دول لفتح الملف. بعد ما دخلنا البيانات الشخصية ورفعنا الورق بندوس سجل الآن. دي الصفحة اللي بتطلع لنا، ده رقم تسجيل بقدر أتابع منه حالة التسجيل بتاعتي. وبعد كده بندوس على أدفع. بعد كده بنختار لقد قرأت الشروط والأحكام وبندوس أدفع، فبنقلنا على عملية الدفع. إن أنا مثلا أدفع بفيزا كارد، أو إن هو اللي هو فوري العادي بيطلع لي رقم كده باخده لأي كشك فبروح أدفع فيه.